بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. هذه المرة من مكتبة التفسير في محافظة أربيل، سأتكلم عن آيتين دائما يحدث لبس بينهما، خاصة عند الحفاظ لما يريدون يراجعون حفظهم. الآيتين في سورة البقرة، الآية الأولى 215، قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية 273، قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. انتبهوا هنا: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ما الذي حدث في الآية الأولى لو انتبهتم؟ قال في ختامها: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الآية الثانية: وما تنفقوا من خير. ورب سائل يسأل: لماذا اختلفت هذه الخواتيم؟ أحبتي في الله، نجي ونشوف هذه الآية الأولى التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف: فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الفئة من الناس ليس فقط أنه أنا سأنفق عليهم، بل يتطلب معه فعل. ما هو الفعل؟ الوالدين لا بد من برهما، بر الوالدين وخفض الجناح لهما وحسن الكلام. واليتامى والمساكين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والساعي هنا فعل، أنت تسعى لكي تساعد اليتامى والمساكين، وأن تمسح على رأس اليتامى، وأن تكفل اليتيم. كل هذه أفعال لا بد من القيام بها. وابن السبيل والمسكين لهما حق الضيافة، وهذه أفعال تقوم بها بالإضافة إلى الإنفاق، فجاءت أبلغ. فقال الله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أما الفئة الثانية التي هي الآية 273، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هي عامة للفقراء المهاجرين المحصورين عن الضرب في الأرض، فركز على أهمية قضية، أهم قضية لهم يحتاجونها، وهي الإنفاق والصدقة عليهم. فقال تعالى: وما تنفقوا من خير. إذن الآن عرفنا ليش وما تفعلوا من خير في الآية الأولى، وما تنفقوا من خير في الآية الثانية. قبل أن أختم أقول شيء، أنه أثناء أيضا المراجعة الحفظ، في عندنا آية 181: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هنا بعض الحفاظ يضيف على الوالدين والأقربين، هذه وصية، انتبهوا، يضيف اليتامى والمساكين وابن السبيل، لا نضيفها لأنه هنا مواريث، والمواريث تكون من حق الوالدين والأقربين، حتى لا تلتبس عليكم مع آية ويسألونك ماذا ينفقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحييكم أحبتي في الله أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.